السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة حديليس. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديوهات ديالي. والفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا ملفي، ولكن هذا الملفي كذاب، ماشي بالعجين المورق، ما غاديش نعجنو، ما غاديش نورقو، غادي نصوبوا هذا الملفي بان باط اللي سهله وبسيطه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات، باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. ما تنساونيش بلي لايك، ما تنساونيش بالتعليقات كيف ما عودتوني دائما، وكنشكركم على التعليقات ديالكم اللي كتفرحوني بهم دائما. و الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم معايا، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ما تنساونيش حتى نتوما بلي لايك وبالتعليقات، ومرحبا بكم مره اخرى وفرجه ممتعه. بالنسبة للاباط اللي غادي نخدمو بها هاد الحلوة، فهي هادي كيف ما كتشوفو قدامكم. هاد لاباط اللي كتجي على ثلاثة فهاد العلبة بحال هكدا، كتباع في المتاجر أو في المحلات التجارية الكبرى. هادي لاباط أبيتزا فويتي، غنخدمو بها البيتزا. وهاد المرة غادي نخدمو بها حاجة حلوة للناس، بالنسبة للناس اللي ما باغينش يتعذبو ويوجدو لاباط، فهذه فكره تقدروا توجدوا بها الحلوه ديالكم بطريقه سهله وبسيطه، كتكون جاهزه. غادي ناخذوا قدامنا هاد لاباط، راه ما غالياش، كتباع تقريبا، خديتها ب 12 درهم، 12 درهم ونص. هي كتجي على هذا الشكل، هذه راه باط فويت، هذه واجده وسهله الاستعمال. غادي نديرها في اللاطه، وهاد الجوج غادي نديرهم من بعد، حتى غادي ندير هذه في الفران. غادي نشعل الدرجه ديالو تكون مهيله، وغادي نخليها حتى غادي تحمر لي مزيان من برا ومن الداخل. ملي ندخلوها الفران خاصنا نرطو عليها البال، لان دغيا كتحمر، فضروري ما تكون درجه ديال الحراره مهيله باش تحمر لنا من برا وتقرمش لنا في نفس الوقت وتحمر حتى من الداخل. هذه هي القطعه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران، كنخليوها حتى كتحمر وتاخذ اللوين ذهبي كيف ما كتشوفوا. ضروري ما كنخليوها تحمر على خاطرها، وراها دغيا دغيا كتحمر بسرعه. صافي غادي نحيدها على جنب، وغادي نوضع القطعه الثانيه حتى هي غادي ندخلها للفران بنفس الطريقه. ودابا غادي ندوز نوجد الكريم باتيسير. عندي هنايا 3 ديال المعالق ديال السنيده، غادي نزيد عليهم 3 ديال المعالق كبار ديال بودره ديال الكريم باتيسير. غادي نخلطهم، وغادي نزيد عليهم نص سيترو ديال الحليب، غير الحليب عادي. صافي وغادي نديرهم فوق النار يغليو. وبالنسبه للكريم باتيسير، لو بغيتو توجدوها في البيس ديالكم، ما بغيتوش تخدموا بهذه اللي واجده،
هو هاد البودره ديال الكريم باتيسير غادي نقول لكم المقادير ديالها. كنخدموا 4 ديال البيضات او 4 ديال الاصفر ديال البيض مع 4 ديال المعالق ديال السكر، كنخدموهم مزيان وكنزيدو عليهم 4 ديال المعالق ديال النشا اولا كتعوضوه بالدقيق على حسب اللي بغيتو نتوما. كنديروا السيترو ديال الحليب يغلي فوق النار حتى كيغلي، كنزيدو عليه ساشي ديال الفاني، وكناخذوا داك الحليب اللي سخناه كنزيدو على داك الصفر ديال البيض ومع السكر مع النشا، كنخلطو مزيان وكنرجعو فوق النار يغلي، وحنايا كنحركو باش ما يتحرقناش. صافي حتى كيتقل الخليط وها الكريم باتيسير واجده. صافي غادي نطفي النار، غادي نبقى كنحركها هكا شويه في نفس الوقت كتبرد، لانني انا بغيتها تكون غير دافيه، مبغيتهاش تبرد لي تماما، هذاك الشيء علاش ما غاديش نحيدها من الكسرونه. وغادي نبقى كنحركها باش ما ديرليش داك القشره. خديت هنايا كميه ديال الكركاع، تقدروا ديروا اي مكسرات بغيتو او لا الزبيب او اي حاجه بغيتو تضيفوها كتضيفوها، او لا كتخليوها غير هكذا ما تضيفوا حتى شي حاجه على حسب الرغبه. انا بغيت نضيف هكا قطع ديال الكركاع باش ملي نكونوا كنضغوا كنلقاو هذا الكروكون ديال الكركاع كيجي زوينه، وفي نفس الوقت كيعطي مذاق ولذة للكريمه. صافي كنخليوه غير كيدفى، ما غاديش نخليه حتى يبرد كاع ويقصح وهو مازال دافي. غادي ندير المونتاج الحلوه ديالي، غادي ناخذ القطعه الاولى غادي نوضع الحلوى في الاول على هاد الورق هذا باش تجيني سهله ملي نبغي نهزها.
بالنسبة للغلاصاج عندي هنايا كاس لارب ديال السكر غلاصي، غادي نغربلو. غادي نخلطو بالعصير ديال الحامض، غادي يحيد شويه الجهد ديال الحلاوه ديال السكر، غادي نبدا كنزيد غير شويه بشويه. غادي ناخذ بلاستيكه وغادي نجي للجنب ديالها وغادي ندير هذا الخليط. وغادي ناخذو غير عويد بحال هكدا ونديرو تزيين ديال الملفي العادي. خديت هنايا كاوكاو مهرمش وغادي نزين به الاطراف ديال الحلوى، تقدروا تزينوا باللوز مهرمش او اللوز ايفيلي على حسب الرغبه. وبهذه الطريقه غادي نكون كملت الحلوى ديالي كامله بالتزيين. كنتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها احسن نتوما الى عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم محبوبكم باش تعمل فائده. ما تنساونيش بلي لايك، ما تنساونيش بالتعليق، ولا كنت اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم معايا، وما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.